وهذه الوقفة يا أحبة وقفة عجيبة، ذكر أحد الفضلاء وهي واقعية طبعا حدثت في هذه البلاد الحبيبة، يذكرها أحد الأطباء ونقل ذلك لنا أحد الدعاة الفضلاء. يقول ذلك الطبيب لاحظ أمرا عجبا على أحد النزلاء عنده في المستشفى في العناية المركزة. رجل ذلك الرجل جسمه وأسفل الأطراف السفلى متحطمة تماما متكسرة كلها في الجبس في وضع حرج، الأقدام مع الساقان مع الساقين مع الفخذان مع الفخذين كلها في الجبس، وضع عجيب. لكن الأعجب من ذلك ما هو أحبتي في الله، هم الزوار الذين يأتون لزيارة من أهله وأحبابه، كانوا يأتون إليه وهم خائفون وجلون، بل بعضهم كان يبكي، ثم إذا خرجوا خرجوا يتبسمون يضحكون، بل بعضهم يقهقه يرتفع صوته بالضحك. فيتعجب ذلك الطبيب من ذلك المنظر، الرجل في حالة غريبة في حالة عجيبة. فلما سأل عنه عرف أنه سقط من ثاني دور، يسكن في شقة في ثاني دور، سقط من ثاني دور على الأرض على الأسفلت فتحطم الأطراف السفلى، فوضعه خطير. والناس يأتون منهم من يبكي منهم من ينتحب، فيدخلون فيخرجون يتبسمون ويضحكون ومنهم من يخفي الضحك. فرأى ذلك المنظر العجيب فانتظر حتى انتهت الزيارة، ثم دخل على ذلك المريض سلم عليه فقال له يا أخي لقد رأيت من حال زوارك أمرا عجبا، لعلي أطرح على مسامعك ذلك التساؤل، ولا تزعل لا تغضب. قال تفضل. قال رأيت الناس يأتون لزيارتك في وضع عجيب من الحزن والهم والبكاء، فيخرجون يتبسمون يضحكون. فقال له الرجل واسمحوا لي أقولها بالعامية، يقول بلاك ما تدري وش السبب، يقول ما تعرف السبب، لو عرفت السبب بطل العجب. ما السبب؟ أخبره بالسبب. قال أنا رجل أسكن في شقة في ثاني دور، في تلك الليلة وأنا على فراشي قد استغرقت في نومي رأيت رؤيا عجيبة. يقول رأيت نفسي أنا والناس قد ركبنا حافلة ضخمة، والحافلة هذه منطلق مسرعة باص منطلق مسرع. يقول ونحن وأمة في ذلك الباص، يقول ونحن نسير بتلك السرعة الرهيبة ظهرت أمامنا لوحة إرشادية، الطريق إلى الجنة 100 كيلو، ثم اللوحة التي بعدها الطريق إلى الجنة 90 كيلو 80 70. يقول نحن في شوق إلى الجنة، تلك الكيلومترات كانت علينا آلاف وليست بضع كيلومترات، يقول 60 70 50 40 الكيلومترات تتناقص وشوقنا يزداد إلى نعيم الجنة وما فيها من نعيم، إلى قصورها إلى دورها إلى أشجارها وأنهارها وأطيارها. يقول 20 10 5 كيلو دخلنا الجنة، فلما دخلنا الجنة رأينا ما فيها من نعيم عظيم، رأينا القصور لبنة من ذهب لبنة من ذهب لبنة من فضة، رأينا الأنهار رأينا الأشجار رأينا ذلك النعيم العظيم، ثم خرجنا من الجنة والقلوب تتقطع على الجنة على ذلك النعيم العظيم. يقول ونحن في حسرة منا لذلك النعيم الذي فارقناه، يقول إذ بلوحة إرشادية أخرى تظهر أمامنا الطريق إلى النار 100 كيلو 90 80 كيلو 70 60 50. فالناس يقولون للسائق يا سائق سائق السواق الحافلة الباص، يا سائق خذ اتجاها آخر شوف طريق ثاني. قال ما في اتجاه إجباري 20 10 كيلو. طيب يا سائق وقف اربط فرامل اضغط على المكابح. قال الفرامل متعطلة يا الله والمخرج. قال دبروا نفوسكم، كل إنسان يخرج يبحث عن مخرج لنفسه. يقول فنظرنا فإذا شبابيك الحافلة من قزاز، يقول فتحنا تلك النوافذ فأخذنا نرمي بأنفسنا من تلك النوافذ. يقول فتحت أنا نافذة رميت بنفسي من النافذة أثري من ثاني دور من الشرفة على الأسفلت تحت، يقول رميت نفسي وأنا نايم من ثاني دور على الأسفلت تحت فتكسرت عظامي. يقول الدكتور الطبيب يقول حاولت أخفي الضحك، فعلمت لماذا كان الناس يضحكون عندما يخرجون من عند ذلك المريض، أضحكت أسنانكم. لكن أيها الأحبة ذلك الرجل قال كلمة عجيبة، قال كلمة عجيبة، يقول الحمد لله إن عظامي تحطمت إن عظامي تكسرت، الحمد لله أن هذا حالي ولم أدخلها وفي المنام.